في السنوات الخمس عشرة الماضية في أوروبا فقط كان هناك 30 قتيلا وثمانية وأربعون جريحا بسبب عطل المحاور الهيكلية للسكك الحديدية. المحاور تحمل كمية هائلة من الحمولة، الأمر الذي يؤدي إلى استهلاك دوري. لذلك علينا التأكد من عملها باستمرار. هنا في إنجلترا باحثون أوروبيون يستخدمون معدات جديدة لفحص محاور السكك الحديدية لجعل السفر بالقطارات أكثر أمناً. هذه التقنية تستند على اختبار بالموجات فوق الصوتية. التجارب الأولى تجري على محاور معطلة تعطيلاً اصطناعياً هنا باللون الأحمر 1.12، يتم التعرف عليها وقياسها بسهولة. إنها المرحلة الأولى من الاختبار، من ثم يتم العمل عليها في قطار حقيقي. محور هذا القطار يعمل جيداً. الباحثون يقولون إن هذه التقنية تعمل بدقة مليمترية. نتائجنا التجريبية تظهر إمكانية قياس أصغر العيوب في منتصف المحور حتى إن كان طوله لا يتجاوز مليمترين أو 3 مليمترات وسمكه مليمترا واحدا فقط. لذلك حاليا الدقة جيدة جدا، إنها أعلى من المتوسط بالنسبة إلى معايير السلامة التي تتطلبها قوانين فحص القطارات في أوروبا. ثلاث سنوات تقريبا للتوصل إلى إنتاج نماذج الفحص الجديدة هذه، لكن كانت هناك الكثير من التحديات. أحد أهدافنا الرئيسية كان تطوير نظام له قدرة التكيف على العمل على محاور صممت بأحجام وتصاميم مختلفة في صناعة السكك الحديدية. لذلك علينا أن نجد نظاماً له القدرة على الأخذ بعين الاعتبار هذا التباين. مثلاً هناك أماكن حرجة داخل المحور والأقطار الخارجية المختلفة للمحاور أو المسافات بين هذه المناطق الحرجة وطرف المحاور. على سبيل المثال القطارات فائقة السرعة لها محاور مجوفة لفحص التجاويف الداخلية والقطر الخارجي. الباحثون عملوا على تطوير أجهزة مختلفة للاستشعار. نجمع بين تقنيتين، تقنيات الموجات فوق الصوتية والكهرومغناطيسية. الأشعة فوق السمعية تتيح لنا فحص السطح الخارجي للمحور، ونستخدم التقنيات الكهرومغناطيسية لاستكشاف الأسطح الداخلية، من ثم نعالج البيانات ببرنامج واحد. بهذه الطريقة نتأكد من أن تغطية المحور كانت شاملة 100%. هذا التصميم الجديد لفحص المحور أسرع وأرخص من المعدات المستخدمة حالياً. إن تم التحقق منه سيستخدم في قسم صيانة شركات السكك الحديدية. عمل الصيانة التقليدية يتطلب جلب القطار أو عربة القطار إلى ورشة عمل كهذه الورشة. ننتزع محور القطار، نفككه ونفحصه. بواسطة المسح الضوئي الجديد لم نعد بحاجة للقيام بهذه العملية. يمكننا ببساطة رفع قبعات المحور وتعليق المسح الضوئي، بفضله نتمكن من فحص داخل المحور. الباحثون يأملون طرح هذا النظام الجديد للتسويق خلال السنوات الخمس المقبلة.